صح مليون طب في دكتور، ايه هي برامج الدعم والتأهيل النفسي للمؤسسة بتقدمها لمريضات سرطان الثدي، خصوصا ان في بعض الحالات مثلا ممكن زوجها ينفصل عنها بمجرد ان هي تعرضت لمرض سرطان الثدي وشكلها اتغير وبدأت تفقد شعرها؟ انتوا بتدعموهم نفسيا ازاي، وازاي بتقدروا تساعدوهم خصوصا هم بيبقوا لوحدهم؟ تمام، دي حقيقة فعلا قابلت عدد كبير من المرضى الأزواج لعدم الوعي بيتخلوا عنهم أو بيتخيلوا أن ممكن المرض ده يكون معدي. الحقيقة أن احنا في المؤسسة بنقدم الدعم النفسي بصورتين، صورة فردية وصورة جماعية. وفي الحالتين السيدة المصابة بتكون محتاجة جدا تحس بالتقبل. البني آدم بصفة عامة بيحتاج يحس أن هو متشاف وأن هو مقبول من اللي حواليه، ودي من أوائل الحاجات اللي بتتعمل في الجلسات، أنها تحس أن هي مقبولة زي ما هي بضعفها بمرضها بوجعها، مش بس بالحاجات الكويسة اللي كانت بتقدمها للأسرة، بشكلها كمان، لأن هي ممكن بشكلها طبعا كل حاجة شكلا ومعنويا كل حاجة، التقبل بشكل كامل والدعم ليها يكون بشكل أكبر.